أنا معك. التزام جديد تضع به مجموعة التجار وفابونك زبناءها من المقاولات الصغرى في صميم استراتيجيتها، وتعتزم الاضطلاع بدورها كاملا كبنك شريك في تطوير وتنمية هذه المقاولات التي تعتبر محركا فعليا للاقتصاد الوطني بالنظر لمساهمتها في خلق الثروات وفرص الشغل. أنا معك. إذن هذا اللقاء ديال اليوم جينا باش نكرسوا فيه الاستراتيجية اللي دارتها التجاري وفامك منذ سنوات في اتجاه المقاولات الصغيرة جدا، وكذلك اليوم بناء على الاستراتيجي الجديد ديال المقاول الذاتي جينا بواحد الفكرة جديدة اللي هي كتدور في محور أنا معك، باش نقولوا لهاد المقاولين وهاد الشباب وهاد الشركات الصغرى رحنا معاكم، الجهاز البنكي معاكم، التجاري وفابونك معاكم في التمويل، في النصح، في التأمين، وكذلك في المساعدة باش هاد المقاولات تزاد تكبر وتزاد تنمى. تجربة وخبرة مجموعة التجاري وفابونك في تمويل وتأطير ونصح المقاولات الصغرى مكنتها من الاقتراب أكثر فأكثر من هذا النوع من المقاولات التي يجب تضافر جهود القطاعين العام والخاص وخصوصا البنوك لتطويرها والارتقاء بها. باقي بعيد من الهدف ديالنا مع الأسف، باقي بعيد شوية من الهدف ديالنا، ولذلك خص المجهودات كاملة ديال الدولة وديال القطاع الخاص والقطاع العام وكذلك وخصوصا البنوك باش تساعدهم باش يتطوروا، لان كنلاحظوا فعلا ان المقاولات الصغرى كتبقى دائما صغرى، ولكن الهدف من كل مقاول هو يزيد يكبر، وهذا خصو المساعده وخصو التمويل وخصو التاطير وخصو النصح. الجديد هو هاد التجربه اللي درنا في العوام مكنتنا باش نفهموا اكثر هاد الشريحه باش نتقربوا لها اكثر، وفعلا حنا تعلمنا معها لان البنوك كانت شويه بعيده على هاد الشريحه ديال المجتمع المقاولين الصغيرين. اذا جينا بهاد التجربه الكبيره وشخصناها في هاد الكونسيبت ديال انا معك. إضافة إلى 5 ملايير درهم التي خصصتها هذه السنة مجموعة التجاري وفابونك لتمويل 20,000 مقاولة صغرى، وفابونك تضع حصريا تنظيما داخليا خاصا بالمقاولات الصغرى يرتكز على أدوات فعالة من أجل التعرف بشكل أفضل على الزبناء وتبسيط مصادر التكفل بطلبات التمويل. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.